نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي القادم 2023-2024، وشدد المركز على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.